حسبي الله ونعم الوكيل. تنفيذ غارات جوية على مدينة تلبيسي. الله أكبر، ما ضل تينعك فرزيت الآن. حارة شرقي لك فرزيتي، خليكم منتبهين. غارات جوية عنيفة على مدينة كفر زيتا بالصواريخ المظلية. المظلات بالجو. الله أكبر، الطيران الحربي يقصف مدينة كفر زيتا بالصواريخ المظلية.
غارات جوية متجددة على مدينة كفر زيتا بالصواريخ المظلية. 19/4/2017. غارات جوية عنيفة تهز مدينة كفر زيتا في ريف حما الشمالي. غارات جوية على مدينة كفر زيتا في ريف حما الشمالي. الطيران الحرب الروسي يقصف مدينة لطامني في ريف حما الشمالي. غارات جوية على مدينة لطامني في ريف حما الشمالي. 19/4/2017. ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء. حرب النار الدقيقة بيدخل منطقة العمل. دمشق حي القابون، قصف صاروخي يستهدف الحي. احنا هون عنصر نسائي، افتتحنا مركز صحي للنساء والاطفال تابع للدفاع المدني، اللي هو المطلوب مننا طبعا اسعافات اوليه نقدمها للنساء وللاطفال طبعا حصريا، وان شاء الله ما بنقصر. احنا مجموعه نساء متطوعات تابعين للدفاع المدني، اللي هو افضل شيء الحمد لله في سوريا، وعم نقدم خدماتنا اكمل وجه. آخر طبعاً بستقبل الحوامل منعالجهم والأطفال، وفي كمان عنا اسمها حبة السنة أبر لشمانيا كمان منقوم على تقديمها، ومنستقبل كمان كوارث. آخر شيء استقبلنا بهالفترة هي ضربة طيارة الغاز سارين بخان شيخون، استقبلنا تقريباً شيء 75 طفل ومرأة إصابات، والحمد لله رب العالمين قمنا بواجبنا أنا والصبايا وطبعاً بمساعدة الدفاع المدني، والحمد لله رب العالمين كنا بعملنا ناجحين وقدمنا الخدمة اللي نحن بنقدر عليها، وإن شاء الله ما منقصر. وشكرا لكم كتير. أنا اتطوعت بالدفاع المدني كعنصر نسائي لأني حبيت شغل الدفاع المدني كتير، ولقيته أنه مهني إنساني وعم يساعد الناس بشكل كبير، فحبيت كفي مسيرتهم وقدم مساعدي معهم، ولقيت هاي الوحيد الطريقة الوحيدة حتى أقدم فيها مساعدة للناس. ونحن هون بالنقطة بنشتغل نستقبل النساء والأطفال، مراقبة حمل، ضرب حبة السنة، والإصابات الخفيفة للأطفال. نحن بنستقبل من 10 ل 15 حالي في اليوم بين نساء وأطفال، يعني بمعدل 400 ل 450 حالي في الشهر، وإن شاء الله الله
تساعدنا على إكمال واجبنا ومساعدة الناس بمساعدة الدفاع المدني. نقوم في مؤسسة العدالة وتطوير FGD بالتعاون والتنسيق مع الحكومة السورية المؤقتة مع وزارة الخدمات بشكل خاص بمشروع تأهيل الأقوية المدرسية لطلاب منطقة المرج بالغوطة الشرقية المحاصرة للعام الدراسي 2016-2017 ضمن برنامج ترميم المدارس وتأهيل الأقوية. طبعا المشروع يقوم على تجهيز وتأهيل 9 أقوية وترميم 3 مدارس في الغوطة الشرقية بهدف استيعاب أبناء المرج في المناطق التي هجروا إليها، وبهدف أيضا تأمين مدرسة آمنة ليستطيع هؤلاء الطلاب من خلالها من إتمام دراستهم بشكل سلس وبشكل جيد. إلى اليوم تم إنجاز قوين، والعمل إن شاء الله تعالى مستمر حتى إنجاز كامل هذا المشروع. طيب لو نحكي عن أسباب تهجير الطلاب والمدارس التي تركوها، ما هي الأسباب المباشرة؟ الأسباب المباشرة طبعا لتهجير الطلاب هي الحملة العنيفة التي قام بها النظام منذ ما يزيد على سنة ونصف على منطقة المرج في المنطقة الشرقية من الغوطة الشرقية. طبعا هذا الأمر أدى إلى تهجير بلدات كاملة، وأدى أيضا إلى تهجير هؤلاء الطلاب بمدارسهم، فتركوا مدارسهم، تركوا كل شيء عندهم ولجأوا إلى بلدات أخرى. فكانت فكرة هذه الأقوية حتى نستوعب هؤلاء الطلاب، حتى نوجد لهم بيئة مناسبة يستطيعون من خلالها من مواصلة دراستهم بغية الوصول إن شاء الله تعالى إلى أهدافهم وإلى مستقبل زاهر ومشرق كسوريا الجديدة إن شاء الله. لو نقف عند الإحصائيات، عدد الطلاب الذين هجروا وعدد المدارس التي كانت في منطقة المرج تخدم هؤلاء الطلاب. بالنسبة إلى عدد الطلاب الذين هجروا يتجاوز العدد 2500 طالب. أكثر من 6 مدارس تم إغلاقها بشكل كامل نتيجة تقدم النظام على شرق الغوطة، نتيجة القصف العنيف الذي لا يكاد يهدأ أبداً على هذه المنطقة باعتبارها منطقة محاذية للجبهات. فهذا المشروع يخدم هذه الشريحة التي تركت مدارسها، وإن شاء الله سنقوم بخطة جديدة أيضاً حتى نعوض للطلاب ما فقدوه من دروس، حتى نعوض النقص العلمي الذي طرأ عليهم فيلتحقوا بمركب غيرهم من الطلاب. طيب اللجوء إلى الأقوية هل كان نتيجة أحداث مرت على الطلاب، مثلا قصف مدارس أو تعرض مدرسة للقصف أو إصابة عدد من الطلاب، هل حدث هذا الشيء؟ ولو تذكر لنا بعض هذه. طبعا نحن في منطقة المرج تعرضت عدة مدارس عندنا لحالات قصف، فمدرسة القرمة تعرضت لغارة جوية عنيفة قبل فترة أدى إلى إصابة عدد من الطلاب وإلى استشهاد طفلة، وقد تناثرت أجزاؤها ولحمها على جدران المدارس وامتزجت بأوراق الدراسة. هذه مرة. مدارس الأبرار تعرضت أكثر من 3 حالات قصف بجميع أنواع الأسلحة من غارات الطيران ومن الصواريخ العنقودية. أصيب بعض المدرسين وبعض المستخدمين، لكن كانت بالنسبة إلى الطلاب لله الحمد سليمة، لأن الطلاب كانوا قد خرجوا قبل 5 دقائق من عملية القصف.
فكرة المشروع هذا مشروع زراعي يعني نستفاد منه منطقة محاصرة نحن هون منطقة حول يعني وزراعة الخضرة يعني بس الباذنجان والخيار والكوسة وجميع الخضارات وتكلفة عالية جدا يعني عم بتكلف يعني مثل هالبذرة هي عم بتكلف مثلا أقل شيء يعني حوالي 100 ليرة سوري تقريبا لهلا هيك صارت تكلفة. نحن هون بتنزل الخضرة يعني أول ما نزلتها بتجي إنه والله غالي يعني غالي أول نزلة السوق يعني بتكون خضرة غالية ونحن هون عادين نحن شو بصير بتكون نزلت خضرتنا يعني ما فيهم يتحكموا بالشعب هوني. البذرة نحن بنجيبها يعني من فينا نطلع فيها المزرعه قبل شي شهر تقريبا او 40 يوم تقريبا يعني عم هو الجو اللي عندنا نحن هو جونا سقيع بالشهر لحد ال 25 الشهر يعني بنشيل الشتله بتكون صارت شتله بنزرع بكون جونا صار كويس هون بالمنطقه. في صيدليات زراعيه عندنا بالمنطقه يعني الدواء نحن بنعالجه يعني حسب الدودي من دودي من الحشرات وبساعد العالم هون يعني انه موجود يعني متوفر دائما وبتمنى من كل اي مزارع انه يكون عنده نفس الشيء هذا الجود البلاستيكي لانه ثلاث جود يعني ما هو اقل يعني 18000 شتله بين خيار وكوسه وهيك شغلات.